اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم من جديد. لازلنا مع حضراتكم في نوافذ الان الممتده مع حضراتكم على مدار ساعات كل يوم. سنسلط الضوء في هذه النافذه او في الجانب الاكبر منها على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحله الرابعه من الخط الثالث لمترو الانفاق، ولعلكم تابعتم معنا تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه المشروعات وتحديدا توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد استماعه ومتابعته للعرض الذي قدم من وزير النقل كامل الوزير ومن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. توجه الرئيس السيسي مباشرة إلى محطة عدلي منصور التبادلية، المحطة التي أقيمت على مساحة 15 فدانا وتشكل نقطة انطلاق رئيسية على مستوى خطوط النقل المختلفة، محطة لمترو الأنفاق ومحطة كذلك لحافلات السوبر جيت وكذلك للقطار الكهربائي للعاصمة الإدارية الجديدة. الرئيس السيسي من بعد ذلك استقل أحد قطارات مترو الأنفاق في جولة تفقدية شملت عددا من المحطات انتهت بنهاية هذا الخط. الرئيس السيسي كان له إسهام واضح في الحديث الذي كان على مدار هذا اليوم من قبل رئيس الوزراء ومن قبل كذلك وزير النقل المهندس كامل الوزير، الحديث عن حجم المشروعات التي تم ويتم تنفيذها في هذه الآونة في قطاعات مختلفة، ربما كان الجانب الأكبر منها مرتبط بقطاع النقل في هذه الآونة. الكاتب الصحفي الأستاذ هاني عمارة مدير تحرير جريدة الأهرام ينضم إلينا عبر الهاتف. أستاذ هاني أهلا وسهلا بحضرتك، الحديث عن كل ما تم تنفيذه من مشروعات في هذه الآونة قياسا بما تم في هذا القطاع على مدار عقدين أو ثلاثة عقود متتالية، كيف ينظر إلى ما تم إنجازه فيها؟ لا، الحقيقة ما يحدث الآن هو تاريخ جديد لقطاع النقل، يعني أنا بتابع هذا القطاع منذ سنوات طويلة، ما يحدث الآن غير مسبوق في تاريخ مصر بالنسبة لمنظومة النقل بشكل عام، سواء للطرق سواء للمترو أو السكة الحديث. الحقيقة ده تاريخ جديد، يعني الحقيقة أنا أتذكر لما كان بيتم إنشاء خط مترو مثلا خط المرج حلوان كان بيتم تنفيذ مرحلة وتقف العمل يتوقف تماما لغايه ما يشوفوا تمويل او كده وبعدين يكملوا. اللي حاصل دلوقتي انجاز قياسي، يعني انجازات بتتم بوقت قياسي في سنوات معدوده بتشوف. يعني انا بالنسبه لي الحقيقه لو تسمح لي، يعني محطه عدلي منصور والمرحله دي كان حلم انا بحلم بيه كمواطن وكصحفي بيغطي هذا القطاع، يعني كمشروع استاذ هاني معلش كمشروع. نعم. الامر كان مطروح. نعم مشروع. نعم. هو هنا الحقيقة الفارق حضرتك هنا الإرادة السياسية، في إرادة سياسية لإنجاز، في تنفيذ، في تحسين حياة الناس، في تطوير الخدمات، والحقيقة التطوير ما بيتمش زي ما كان بيحصل قبل كده بالقطعة، وده اللي أنا عاوز أوضحه للسادة المشاهدين، مش بالقطعة، إنما هي منظومة متكاملة. الخط يعني الخط الثالث دي المرحلة اللي افتتحها الرئيس قبل ساعات، دي مرحلة من مراحل خط طويل جدا بتصل مسافته الى ما يقرب من 50 كيلو، بيربط شرق القاهره من محطه عدلي منصور اللي هي يعني تخدم مدينه السلام الى ان تصل الى غرب الجيزه على الطريق الدائري في مدينه امبابه او منطقه امبابه، مرورا بقى بمصر الجديده ومدينه مصر والعباسيه وسط البلد ومنطقه الزمالك. فما ده مشروع. طيب معلش استاذ هاني، حضرتك وصفت الامر في البدايه بان ما يتم غير مسبوق، غير مسبوق. نعم. على مستوى كم المشروعات، ولا غير مسبوق على مستوى الجوده، غير مسبوق على مستوى ضخامه هذه المشروعات وتزامنها في وقت السؤال. واحد. احسنت السؤال، هو غير مسبوق في الانجاز، غير مسبوق في الجوده، غير مسبوق حتى في معدلات التنفيذ. يعني انا اشرت يعني انت حضرتك دي مرحله، الخط الثالث في مرحله بتفتتح وفي نفس الوقت بالتوازي في مرحله، المرحله الثالثه اللي هي بدءا من العتبه مرورا بالزمالك وصولا لإمبابة ايضا، وانا بكلمك ناس تحت الارض بتشتغل دلوقتي في هذه المرحله. فاذا ده منظومه متكامله. ايضا خلال ايام ممكن يعني الدوله هتعلن عن البدء في مشروع الخط الرابع اللي هو بيبدا من مصر القديمه ومنطقه الفسطاط اللي بيتم تطويرها دلوقتي وصولا مرورا بالجيزه والهرم وصولا الى مدينه 6 اكتوبر. اذا هي ده عاوز اقول برضه، عاوز اكمل مفهوم المنظومه، لان انا يعني متحمس للقصه دي، ان هذه منظومه مش مجرد خط بيتعمل، لكن هي منظومه تخدم الراكب. يعني اللي جاي من العاصمه الاداريه في فتره من الفترات ممكن يوصل لاكتوبر، هينزل من يعني، لان ده واحنا برضه بنتكلم دلوقتي فيه ناس في تحت لهيب الشمس بتعمل في مواقع العمل بالنسبه للمنوريل، فيه منوريل هيطلع من مدينه نصر من محطه استاد القاهره اللي هي محطه المترو اللي هو الخط الثالث اللي افتتح ده،
على مدينة نصر على التجمع الخامس اللي هي شارع 90 على العاصمة الإدارية. أيضا في خط تاني هيطلع برضه هيربط مع الخط الثالث في محطة وادي النيل في المهندسين، يتحرك إلى المحور إلى الشيخ زايد إلى مدينة 6 أكتوبر. إذا هي هو ده الفكر الجديد، فكر متكامل، فكر الناس بتواصل الليل والنهار. ولو تسمح لي أحيي برضه الجنود المجهولين من العمال والمهندسين والفنيين اللي هم بيواصلوا، يعني كانت أيام أزمة كورونا وفيروس كورونا والناس دي كانت بتشتغل مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، كانت تواصل الليل والنهار حتى تلتزم أو حتى يتم تنفيذ هذه المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المحطوطة. طيب أستاذ هاني، لو أن غير المتخصصين وحضرتك من المعنيين بهذا الملف طوال فترة عمل حضرتك الصحفي، أليس من حق البعض أن يطرح تساؤل لماذا كل هذه المشروعات المتزامنة في نفس التوقيت، ليس مشروعا واحد، ليس مرحلة في مشروع، وإنما جملة من المشروعات في قطاع واحد فقط، قطاع النقل والمواصلات والطرق، تتم تقريبا بالتزامن؟ نعم، في اعتقادي، يعني في اعتقادي لو تسمح لي، هي القيادة السياسية بصت للدولة بمنظور متكامل. منظور متكامل يعني أنت الأول عاوز تؤسس لبنية أساسية متكاملة، بنية أساسية متكاملة يعني سواء في النقل او في الكهرباء او كده، بحيث ان انت بعد ما تكتمل منظومه البنيه الاساسيه بتخش بقى في موضوع الصناعه، موضوع السياحه، موضوع التنميه، لان النقل تحديدا هو شريان التنميه. يعني انت لو اي طريق بتنشئه تلقائيا تاتي خلف هذا الطريق المشروعات والمساكن والمصانع المناطق السياحية والمناطق العمرانية. إذن القيادة السياسية يعني شايفة المشهد بالكامل، وبالتالي ودايما كان الرئيس في بعض اللقاءات كده يعني يقول احنا ما عندناش وقت. فعلا مصر ما عندهاش وقت، لان احنا دايما اقول عدونا هو الوقت. ازاي نشتغل ليل ونهار؟ يعني احنا مطلوب فعلا ان احنا نشتغل ليل ونهار، لان مصر تستحق افضل من كده بكتير، عشان نعوض السنين اللي فاتت. وذلك انا مثلا في مشروعات كانت بتقعد بالعشر سنين، في طرق ومشروعات كانت بتقعد بالعشر سنين. انت في انا شفت مشروع في مدينه نصر في الكباري في شارع النصر في 3 شهور كان الكوبري انتهى. اذا هو ده التحدي الوقت، الجوده، التنفيذ، التصميم، سرعه الانجاز، كل ده تحدي. الدولة المصرية في حالة تحدي مع الزمن، وده اللي هو واضح في كل هذه المشروعات في إنجازاتها، وفي يعني قد يكون مش مشروع واحد في اليوم، انت بتلاقي يمكن اكثر من مشروع في اليوم. طيب استاذ هاني، جوانب اخرى في هذه المشروعات الرئيس السيسي اشار اليها اليوم، وكانت ايضا من بين الاجزاء الكلمه التي تحدث فيها وزير النقل السيد كامل الوزير، وهو يتحدث عن الروابط ما بين مراكز المحافظات الاقليميه بعيدا عن القاهره والجيزه والاسكندريه. الرئيس السيسي قال ان التنميه ليست قاصره في مشروعات الطرق مثلا على القاهره والاسكندريه والجيزه وبورسعيد وما إلى ذلك، لكن كل شبر في مصر سيكون مشمول بهذه التنمية. ما يتم الآن في هذا النطاق تحديدا في أقاليم ومحافظات دلتا وصعيد مصر قياسا بما كان في السابق، كيف تحصي حضرتك؟ ما هو ده سؤال مهم جدا. أنت عندك كان منظومة الطرق أو مشروعات المشروع القومي للطرق كان مركز على أنه على حاجتين، بيفتح شرايين تنموية جديدة، وده شيء مهم جدا جدا عشان يخدم التنمية، وتحسين أيضا بعض الشرايين. لكن بعد ما انجزوا والدوله انجزت جزء كبير من مشروع القوم للطرق، تبين ان انت عندك مشكله في الشرايين الداخليه في المحافظات، يعني شبكه الطرق الداخليه اللي بتربط ما بين المحافظات خاصه في الدلتا، لان الدلتا علشان بس اللي بيشوفونا الدلتا هي محافظات الوجه البحري، دي شبكه الطرق اتعملت حضرتك فيها من سنين طويله ولم يحصل فيها اي توسعات ولا تطوير ولا تحديث، بالرغم من الطفرة الهائلة في عدد السكان والزيادة الكبيرة في عدد السكان والعربيات والسيارات الخاصة وحركة التجارة. فده كله يعني خلق عبء كبير جدا على هذه الطرق، وبالتالي خلق معاه معاناة رهيبة جدا للمواطنين وحركة السفر وحركة
الركاب. يعني خلينا نتذكر ان قبل انشاء طريق شبرا بنها الحر، شوف كم المعاناه لو انت داخل القاهره او خارج حتى من القاهره في منطقه شبرا الخيمه. صحيح. او المؤسسه. نعم. يعني ممكن تلاقي امتداد امتداد الانتظار العربيات يمتدت لثلاثة أربعة أو خمسة كيلومترات. صحيح صحيح. يعني فأنت هنا يعني الرؤية، ولذلك دايما أنا أو دايما أفضل استعمال تعبير منظومة. نعم. في منظومة. نعم. حد الدولة شايفة البلد كلها على بعضها، سواء المجتمعات القديمة أو المجتمعات الجديدة. لما أنت تشوف حضرتك دلوقتي في 10 محاور على النيل، طب النيل الاول المحور ده كان الاول عباره عن كوبري عابر للدين فقط، انما الان هو محور يمتد لاحيانا في بعض المحاور لاكثر من 30 كيلو، لانه هو بيربط من نعم. الطريق الصعيد شرق غرب النيل الى شرق النيل، عبورا بقى بالممرات المائيه. والغايه الرئيسيه كما كانت اشاره الرئيس السيسي في هذه المشروعات وفي مشروعات غيرها، احداث نعم. قدر من الرفاهيه للمواطن المصري في كل هذه المشروعات. استاذ هاني نعم. انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا، لكني ادعوك ايضا ومشاهدينا الكرام ان ينضموا الينا لنتابع سويا من موقع بعض هذه المشروعات، حيث يتم العمل على تنفيذ جانب من هذه المراحل او تنفيذ بعض هذه المشروعات بالفعل كما تابعنا. سنتحول الى مراسلينا الذين ينضمون الينا الان على الهواء مباشره، من شيرين مجدي التي تنضم الينا الان على الهواء مباشره من عند كوبري سيارات المستقبل 2 عند طريق مصر اسماعيليه الصحراوي، وكذلك كريم محمد الحداد الذي ينضم الينا من محطه القطار الكهربائي بمدينه هليوبلس الجديده، وكذلك كريم رجب الذي ينضم الينا من محطه عدلي منصور محطه مترو الانفاق هناك. ارحب بالجميع، والبدايه ستكون مع شيرين مجدي في هذه الاجواء المشمسه الحاره نوعا ما شيرين، لكن العمل لا يتوقف وانت ترصديه حتى باستيفاء المهمات اللازمه لمواقع البناء. بالفعل أحمد، لا يزال العمل جاري هنا بكوبري سيارات مدينة المستقبل 2 بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، والذي سيكون أعلى خط القطار الكهربائي السلام العاشر العاصمة الإدارية، والذي قام رئيس عبد الفتاح السيسي بوضع حجر الأساس الخاص به اليوم ضمن افتتاحه للعديد من مشروعات النقل اليوم. يعني خلينا نقول أن هذا الكوبري بدأ العمل به في فبراير الماضي، ووصل نسبة الإنجاز فيه حتى هذه اللحظة 70% كما ذكر وزير النقل في كلمته اليوم. لكن المزيد من التفاصيل حول هذا المشروع بينضم معنا على الهواء مباشرة المهندس محمد ياسر مدير مشروع كوبري المستقبل 2. في البداية بنرحب بحضرتك معنا ومزيد من التفاصيل حول هذا الكوبري الذي نحن بصدده اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أهلا بكم مراسلي كسرى نيوز. تاني حاجة، احنا قدام دلوقتي كوبري المستقبل 2. الكوبري عبارة عن كوبريين جنب بعض، كوبري اللي قادم من طريق القاهرة الإسماعيلية، وكوبري تاني اللي طالع من المستقبل طالع طريق إسماعيلية القاهرة. الكباري الحجم الخرساني بالظبط 860 متر، الأعمال الترابية 500 متر تقريبا. الكوبري عبارة عن 34 محور ما بينهم أعمال خرسانية وأعمال أعمال باكيات معدنية. الحمد لله وفضل ربنا طبعا وتوفيقه وصلنا لنسبة إنجاز دلوقتي 70%، وفاضل لنا إن شاء الله 30% منهم عبارة عن باكيتين معدنيتين. الباكيتين معدنيتين إن شاء الله سيتم تصنيعهم أو تم البدء في تصنيعهم في مصانع الشركة، شركة السعودة جروب للتشييد والبناء. إن شاء الله يعني المخطط ليه إن شاء الله الكوبري هينتهي في شهر 9 طبعا تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل. نتكلم عدد الحارات الخاصة بالكوبري وإجمالي الأطوال الخاصة به. عدد الحارات، كل كوبري يشمل 3 حارات مرورية بعرض 12 متر أو 14 متر للكوبري، منهم سايد ووك أو ممرات مشاة كل جنب الكوبري 2 متر. 3 حارات مرورية لكل كوبري. الأطوال للكوبري يعني إن شاء الله في الأطوال بالضبط 860 متر، 860 متر أعمال خرسانية و500 متر أعمال ترابية. للموضوع للكوبري احنا شغالين في الاعمال الترابيه وشغالين في الجسم الخرساني بنسبه انجاز زي ما قلت لحضرتك ووضح وزير النقل النهارده 70%. لو اتكلمنا عن اهميه الكوبري وايه القطاعات اللي هيخدمها او المستفيده منه بصوره مباشره. الكوبري كل اللي هيعمله الكوبري ان شاء الله، لان مدينه المستقبل مدخلها على طريق القاهره الاسماعيليه، وهو ده الطريق المدخل بتاعها متقاطع مع مسار القطر الكهربائي، فالبوابه دي هتتقفل القائمه اللي هي البوابه اللي على طريق مصر الاسماعيليه،
والقيادات السياسيه طبعا عشان الناس اللي في مدينه المستقبل ما يعنوش بالدخول والخروج عملوا لهم الكوبري ده. الكوبري هيبقى اعلى مسار القطر الكهربائي وهيعدي على طول لمدينه المستقبل. الناس المستفيده بالاخص سكان مدينه المستقبل الدخول والخروج من القاهره هيبقى من القاهره لمدينه المستقبل ومن مدينه المستقبل لطريق الاسماعيليه القاهره ان شاء الله. احنا دلوقتي بنتكلم ان فاضل 30% من اجمالي الانشاءات الخاصه بالمشروع، وده بيتم وسط اجراءات احترازيه لمنع انتشار فيروس كورونا. لو اتكلمنا عن اهم الاجراءات الاحترازيه المتبعه في المشروع. طبعا الصبح ان شاء الله اول دخول الموظفين بيبقى قياس درجات الحراره، التعقيم المستمر للمعدات وللكرفانات للمهندسين والاعمال والاداريين، ومتابعة درجات الحرارة وطبعا لبس الكمامة وتعقيم جميع المعدات أو جاي أي حاجة معدنية الناس بتستخدمها بصورة دورية على طول للحد من انتشار فيروس كورونا للمشروع. مهندس محمد ياسر مدير مشروع كوبري المستقبل 2، كنت ضيفا كريما معنا على الهواء مباشرة، وكما توضح الصورة من خلفي لا تزال أعمال الإنشاء جارية في هذا المشروع الذي كما ذكرنا وصلت نسبة الإنشاءات الخاصة به 70%، ومن المقرر الانتهاء منه في شهر سبتمبر المقبل. ربما هذه هي الصورة لدينا، وبالعودة إليكم للاستوديو مرة أخرى. شكرا جزيلا لك شيرين مجدي على الهواء مباشرة، وهذه الصورة كما تتابعونها لمراحل التنفيذ الحاصلة في كوبري سيارات المستقبل بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي. شكرا جزيلا لك شيرين مجدي التي بالطبع سترصد هي والزملاء كل ما يجري من مراحل إنشائية مختلفة في هذا المشروع وغيره من المشروعات. سنتحول نحن بدورنا إلى محمد الحداد الذي ينضم إلينا بدوره أيضا على الهواء مباشرة من محطة القطار الكهربائي بمدينة هليوبلس الجديدة. محمد، سترصد لنا بالطبع المراحل التي تم اتخاذها في هذا المشروع ومستوى الإنشاءات المنفذ. نعم أحمد أبو زيد، أرحب بك من هليوبلس الجديدة. هذه هي المحطة التي سوف يمر بها القطار الكهربائي، إحدى المحطات الاثني عشر التي سوف يمر بها مشروع القطار الكهربائي. وكما تشاهدون خلفي في الصورة لا تزال أعمال الإنشاءات تتم على قدم وساق في هذه الأجواء المشمسة والحارة لإنجاز هذا المشروع الكبير الذي يبلغ طوله 70 كيلومتر ويحتوي على 12 محطة، منها محطة عدلي منصور، محطة العبور، محطة المستقبل، محطة الشروق، محطة بدر والمنطقة الصناعية والعاشر من رمضان والروبيكي ومنطقة بدر الجديدة، وأيضا محطات العاصمة الإدارية 1 والعاصمة الإدارية 2 ومحطة هليوبلس الجديدة التي نحن نقف فيها الآن. هذه المحطة تتم بالتوازي مع طريق الإسماعيلية الصحراوي، وكما تشاهدون هي تخدم العديد من المناطق والعديد من المنشآت. قد نتابع الآن على الهواء مباشرة في هذه الصورة المركز الطبي العالمي. هذه المحطة تخدم المركز الطبي العالمي الذي يتوافد عليه يوميا مئات الحالات ومئات من أسر المرضى، كما تخدم أيضا طريق الإسماعيلية الصحراوي الذي يظهر جليا في هذه الصورة تبعد عنه ببضع خطوات. تتقاطع هذه المحطة أيضا ويتقاطع القطار الكهربائي مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور التبادلية، كما أيضا يتقاطع مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة العاصمة الإدارية 2. القطار الكهربائي له ميزة كبيرة جدا، وأنه قد يتابعه العديد من المواطنين. لدينا 60,000 مواطن في الاتجاهين، يعني 30,000 مواطن في الاتجاه الواحد في الاثني عشر محطة التي ذكرتها لك، وأيضا يربط سكان القاهرة والقليوبية والشرقية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وكما نتابع هذه أعمال الإنشاء تتم على قدم وساق في هذه المنطقة التي نحن نقف بها الآن، منطقة هليوبلس الجديدة. شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وعودة إلى الزميل أحمد أبو زيد في الاستوديو. شكرا جزيلا لك محمد الحداد على هذه المعلومات الواضحة وعلى هذه الصورة الجلية التي بدت كذلك من قبل الزملاء ضمن طاقم عمل إكسترا نيوز المصاحب لك محمد الحداد. شكرا جزيلا لك على الهواء مباشرة من عند محطة القطار الكهربائي في مدينة هليوبلس الجديدة، أشكرك شكرا جزيلا. وبدورنا نتحول إلى زميلنا كريم رجب الذي ينضم إلينا بدوره الآن هذه المرة من محطة عدلي منصور التبادلية. كريم، كانت هذه المحطة هي محور الحدث في هذا اليوم وتقريبا النقطة التي من عندها انطلق الحديث بأكمله حول ما يتم إنجازه من مشروعات وما سيتم تنفيذه كذلك خلال المرحلة المقبلة. الأجواء لديك كيف تبدو؟
نعم احمد، بالطبع هذه واحده من اهم المحطات والافتتاحات التي تمت خلال هذا اليوم، لا سيما ان محطه عدلي منصور هي واحده من المحطات التي تعد ذات قيمه كبيره نظرا لموقعها، فهي قريبه جدا من موقف الاقاليم للسيارات بمدينه السلام، بالاضافه ايضا الى ستكون محطه الربط ما بين كافه المدن والمحافظات بالعاصمه الاداريه الجديده. مزيد من التفاصيل حول اهميه افتتاحات اليوم وقيمه هذه المحطه معي في هذا اللقاء المهندس احمد شوقي، نائب مدير التحالف المصري المنفذ لهذا المشروع. بنرحب بحضرتك يا فندم، يعني وما هي الاهميه الخاصه بمحطه عدلي منصور التي افتتحت خلال هذا اليوم؟ السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لمحطه عدلي منصور، هي طبعا نهايه الخط الثالث من ناحيه الشرق، وده اول خطوط المترو اللي بيربط شرق القاهره بغرب القاهره. ومحطه عدلي منصور كمحطه عدلي منصور هي احد اكبر المحطات اللي موجوده في نهايه الخط، واللي هي بتبقى فيها محطه تبادليه بين مجموعه محطات اخرى زي محطه القطار الكهربائي اللي رايح العاصمه الاداريه والعاشر من رمضان، وده اول خط مواصلات عامة هيبقى وصل للعاصمة الإدارية، وإن شاء الله يتم افتتاحه قبل افتتاح العاصمة الإدارية عشان يبقى جاهز لنقل الموظفين والمواطنين. وعندنا خط سكة حديد القاهرة السويس، أحد المحطات اللي هي جوه المحطة التبادلية بتاعت عدلي منصور، ومحطة السوبر جيت، ومحطة البي آر تي أو قطار الأتوبيس الكهربائي اللي هيوصل لحد المطار القاهرة، بالإضافة لوجود خط تبادلي مع موقف الميكروباص بتاع السلام اللي بيوصل لوجه بحري كله. وبالتالي المواطن لما يوصل لأي وسيلة من وسائل النقل دول يقدر يوصل لغرب القاهرة أو يوصل لوسط البلد، وبالعكس يقدر يجي من أي منطقة يقدر يوصل للعاصمة الإدارية الجديدة أو العاشر من رمضان أو يكمل لطريق السويس. وبالتالي فهي أول منطقة تكامل وسائل النقل العام. جدول الزمن لتنفيذ الخطوات التالية لهذه المحطة؟ الافتتاح إن شاء الله للمحطة التبادلية هيبقى في شهر 8/2021. باقي المحطات بالكامل اللي هي التكامل مع محطة عدلي منصور هيبقى في شهر 8/2021. كان هناك حديث عن منطقة تجارية ومناطق أخرى هنا بجوار محطة عدلي منصور، ما هي تفاصيل هذه الجزئية من هذا المشروع؟ بالإضافة للمحطة التبادلية كان لازم استغلال المنطقة كملتقى لكل المواطنين، لأن حجم الحركة اللي هيبقى موجود على الخط الثالث حوالي 1.5 مليون مواطن. حجم الحركة اللي هيتنقل في هنا من الأقاليم ومن السويس ومن العاصمة الإدارية كان لازم يتوفر لهم منطقة تجارية أو مول تجاري هيتعمل هنا على أعلى مستوى أوتلت خارج البلد، بحيث أنه ممكن يكون له زيارات لوحدها أو رحلات، يولد رحلات لوحدها، وده بالتالي هيخدم المنطقة الاستثمارية ويخدم في نفس الوقت وسائل المواصلات. ما المعايير والضوابط التي يعني تم مراعاتها أثناء تنفيذ هذا المشروع؟ أهم حاجة في هذا المشروع اللي هو بتاع الخط الثالث، المرحلة بتاعتنا عبارة عن 6 محطات كلها محطات علوية، بتبتدي من الرمب بعد محطة نادي الشمس بمحطة النزهة ومحطة هشام بركات، ثم محطة قباء وعمر بن الخطاب والهيك ستيب، ثم محطة معدل منصور. المحطات دي كلها اتعملت بطريقة انها ما تاخدش مسطح من الأراضي من الدولة، فكل غالبية المحطات اتعملت في جزيرة الطرق، في الجزر بتاع الطرق، بحيث ان الطريق يرجع زي ما كان. واحنا شايفين النهاردة طريق جسر السويس اتطور تطوير كبير جدا، بالعكس وسع رغم وجود المحطات العلوية، ما أثرش على وسع الطريق، لأن المحطات دي كلها متصممة، وحتى الكوبري اللي بيمشي عليه المترو متصمم إن هو يتنفذ بعمود واحد في المنتصف. العمود دوت خلى مسطح المستغل من الأرض قليل، وبالتالي لم يؤثر، ودي كانت أحد أهم المعايير. من المعايير التانية إن هذا الخط الثالث ده أحدث تطوير لنظم المترو. المترو بيمشي بالكامل بالسيجنالينج وبالإشارات بدون تدخل من السائق، السائق موجود لحالة الإمرجنسي أو حالة الأعطال أو أي حاجة يعني أوت أوف كنترول، لكن في النهاية هو القطر بيمشي كله أوتو مود أو بالطريقة الأوتوماتيكية. من فضل
بالنسبه للمحطات الاخرى يعني هل ستكون نفقيه ام محطات علويه؟ المحطات اللي تم بالنسبه لمحطه محطات القطار الكهربائي دوت فيها محطات ارضيه ومحطات نفقيه وفيها اجزاء بتعدي من فوقيها الطرق بنعمل تحويلات بحيث انها تسيب مسار للقطار الكهربائي بدون اي تقاطعات. المحطات القادمه ان شاء الله في الخطوط في طبقا لظروف المنطقه بتتعمل التصميمات في مناطق ما ينفعش فيها ان احنا ناثر على الطابع العمراني ونعمل على كباري علويه، ولكن في مناطق ممكن يتعمل فيها، والخط الثالث هيبقى فيه جزء كبير محطات علويه. مشاركة شركات مصرية في مشروعات ضخمة وعملاقة كمشروعات النقل التي تمت مؤخرا مثل مشروعات إنشاء محطة عدلي منصور وغير ذلك من المراحل المختلفة من المرحلة الرابعة من مترو الأنفاق، أهميتها بالنسبة لكم إيه؟ الخط شركة المقاولين العرب وشركة أوراسكوم من الشركات الأولى اللي اشتغلت في المترو من سنة 1981، لكن لم يعني يسمح لها بإدارة مشروع بالكامل أو عمل مشروع بالكامل، وكان عملها محدود وعلشان يحد من نقل الخبرات. والحقيقة أن المشروع ده طبقا للتوجيهات السياسية أن يتم إدارته والتنسيق فيه ومراجعة التصميمات بتاعته كلها من قبل الشركات المصرية اللي هي المقاولين العرب وأوراسكوم، وكل ما تم تنفيذه من أول الأعمال المدنية وأعمال الكهربائية كلها كانت تحت إشراف هذه الشركات المصرية. طبعا تم الاستعانة بمجموعة من الأجانب في خبرات في مجالات ضيقة جدا، ولكن أغلب الإدارة كلها كانت للمقاولين العرب وأوراسكوم ومفيش معاهم شركة فيها، وكل الشركاء دول كانوا يعني بيعملوا كمقاولين باطن لدى الشركة وشركاء نجاح. أشكرك شكرا جزيلا مهندس أحمد شوقي نائب مدير التحالف المصري المنافذ لهذا المشروع الضخم. إذن هذه التفاصيل الصورة هنا الخاصة بالافتتاحات التي تمت اليوم وتحديدا محطة عدلي منصور التي كانت محور حدث اليوم. أعود إليك أحمد مجددا في الاستوديو. شكرا جزيلا لك كريم رجب على الهواء مباشرة من محطة عدلي منصور محطة مترو أنفاق عدلي منصور، أشكرك شكرا جزيلا. ومنه سنتحول مباشرة إلى طريق القاهرة السويس الذي يقف فيه الآن وفي هذه اللحظة تحديدا أحمد عبد الرازق ليرصد لنا تفاصيل المشروعات التي تتم اتساقا مع المشروعات القومية ذات الصلة بقطاعات النقل والمواصلات والطرق. أحمد، تحياتي لك أحمد. بالفعل يعني انتهى زميلي كريم رجب عند محطة عدلي منصور وهي محطة تبادلية، عندها يبدأ مسار القطار الكهربائي الذي نقف الآن عند مساره القطار الكهربائي، يمتد بطول 90 كيلومتر ويتضمن 16 محطة. يبدأ عند محطة عدلي منصور التبادلية ويتضمن 16 محطة، تنتهي في العاصمة الإدارية 2، محطة العاصمة الإدارية 2 بالقرب من المدينة الرياضية داخل العاصمة الإدارية، ومن عندها يبدأ المونوريل داخل العاصمة الإدارية. هناك العديد من المنشآت الصناعية بطول أو على مسار القطار الكهربائي، من بينها نفقين وست وأربعة كباري للسيارات، وبخلاف مسار القطار الكهربائي نفسه. يعني القطار الكهربائي يربط القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة شرق القاهرة والعاصمة الإدارية والمناطق الصناعية، كما يقدم خدمة جيدة للمستثمرين في هذه المنطقة، وهو من شأنه أيضا وهو الأمر الأهم ربما تعظيم منظومة النقل في مصر. يعني ذكرنا أنه يتضمن 16 محطة تنتهي داخل العاصمة الإدارية لتبدأ بعدها المونوريل داخل العاصمة الإدارية. المسار يعني كنا قد رصدنا قبل عام من الآن تقرير عن أحد هذه المحطات، ربما كانت محطة عدلي منصور وكانت وقتها تحت الإنشاء، وكان يعني كما عودنا الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المشروعات الكبرى لا يوضع لها حجر الأساس وننتظر في الصحراء بجوار حجر الأساس لسنوات، ولكن بالفعل القطار الكهربائي من المشروع الذي ربما يوضع له حجر الأساس اليوم، ولكن تم الانتهاء من أكثر من 80% من إنشاءاته حتى الآن. عدد من المحطات ربما يعني 80% كما ذكر وزير النقل اليوم في الافتتاح أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن
أنه من المقرر أن يتم الانتهاء منه هذا العام. إذا نقف تحت أو أسفل أحد مسارات أو المسار الرئيسي للقطار الكهربائي الذي يتضمن عدد كبير من المنشآت الصناعية من بينها كباري وأنفاق وما إلى ذلك. يعني المشروع القطار الكهربائي مشروع كبير، مشروع من شأنه أن يربط القاهرة الكبرى بالمناطق الصناعية وبشرق القاهرة من أجل تعظيم خدمة المستثمرين في هذه المنطقة الناشئة التي تمثل مصر الحديثة أو النقلة النوعية، وهو نقلة بالفعل نوعية في تاريخ منظومة السكة الحديد ومنظومة النقل في مصر. يعني هذا هو المشهد. أحمد، أعود إليك. شكرا جزيلا لك أحمد عبد الرازق على الهواء مباشرة من طريق القاهرة السويس. أشكرك شكرا جزيلا، والشكر كذلك لزملائنا الذين كانوا معنا، محمد الحداد من مدينة هليوبلس الجديدة، شيرين مجدي التي كانت معنا أيضا من عند مدينة المستقبل، وكذلك الشكر لكريم رجب الذي كان معنا أيضا قبل لحظات من محطة عدلي منصور لمترو الأنفاق. الدولة بدورها كانت قد عملت على تعظيم الاستفادة من مترو الأنفاق، كان ذلك قبل نحو 6 سنوات لمحاولة مد مزيد من الخطوط مرتبطة بهذا المشروع الذي يعد واحدا من بين أهم المشروعات التي تصنف كمشروعات حيوية داخل القاهرة وضواحيها. إيمان الحويزي تستعرض لنا أبرز الجهود التي بذلت في هذا الإطار في سياق عرضها. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. يعتبر مترو الأنفاق من أنجح المشروعات التنموية التي تهدف إلى خدمة المواطن بالدرجة الأولى، وقد أصبح مترو الأنفاق أحد أهم وسائل المواصلات في مصر، فهو الأسرع والأقل تكلفة والأكثر أماناً. وبلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها على مشروعات مترو الأنفاق خلال 6 سنوات ماضية أكثر من 33 مليار جنيه منذ 2014، وجاري تنفيذ مشروعات بتكلفة 200 مليار جنيه. ومن ضمن المشروعات التي تم الانتهاء منها المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، والتي تضم 9 محطات منها 3 محطات نفقية، وهي هليوبلس والألف مسكن ونادي الشمس، فيما بلغ طول الجزء الثاني من المرحلة الرابعة 7.8 كيلومتر، ويضم 6 محطات علوية. هذه المحطات هي النزهة، هشام بركات، عمر بن الخطاب، قباء، الهايك ستيب وعدلي منصور. ولأول مرة يتم تنفيذ مشروعات بمترو الأنفاق بالكامل كبريات الشركات المصرية الوطنية، وتعتبر محطة عدلي منصور محطة مركزية تبادلية كبيرة، وستكون منطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل مختلفة مع محطة مترو الخط الثالث، ومحطة للقطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية القاهرة السويس، ومحطة للسوبر جيت، وأخيرا محطة للحافلات والأتوبيسات السريعة للربط مع مطار القاهرة الدولي. وبجانب محطة عدلي منصور تقع ورشة العمرة الجسيمة، تعتبر أكبر ورشة عمرة بالشرق الأوسط وأفريقيا، وتبلغ مساحتها 65 فدانا، وتضم جراجا ضخما على مساحة 34 ألف متر مسطح، حيث يضم 15 سكة، كل منها تتسع لقطارين بإجمالي 30 قطارا. هكذا مشاهدينا الكرام استعرضنا معكم أهم الخطوط وأهم المشروعات التي تم تنفيذها والجاري أيضا تنفيذها في مترو الأنفاق. شكرا جزيلا وإلى اللقاء. الزميلة إيمان الحويزي مستعرضة أبرز مراحل هذا المشروع الضخم، تحديدا نتحدث عن المرحلة الرابعة من الخط الثالث الذي كان الرئيس عبد الفتاح السيسي حاضرا في افتتاحاته اليوم وفي وضع حجر الأساس لمشروع لمحطة عدلي منصور التبادلية. الآن سأترك حضراتكم مع الفيلم التسجيلي بعنوان بريق وطن، والذي جرى عرضه هذا اليوم في إطار هذه الافتتاحات التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم نعود ونلتقي عند رأس الساعة بإذن الله في نشرة إخبارية مفصلة. القاهرة تدق ناقوس الخطر. أكثر من ربع سكان مصر يعيشون في إقليم القاهرة الكبرى، يضاف إليهم ملايين الوافدين في رحلات يومية من المحافظات المصرية.
كان لابد من حلول جذرية تحفظ للقاهرة مكانتها التاريخية مع ظهور التجمعات العمرانية الجديدة، فولدت شبكة خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى في عام 1987 بافتتاح الخط الأول حلوان المرج الجديدة، تلاها ميلاد الخط الثاني شبرا الخيمة المنيب عام 1996، وبذلك تم ربط شمال القاهرة بجنوبها عابراً أسفل نهر النيل لأول مرة. ومع تزايد الكثافة السكانية كان لزاماً أن يولد الخط الثالث مطار القاهرة إمبابة جامعة القاهرة مروراً بأسفل نهر النيل من الاتجاهين للمرة الثانية. ولكي تغطي شبكة خطوط مترو الأنفاق جميع أرجاء القاهرة الكبرى كان لابد من البدء في إجراءات تنفيذ الخط الرابع والممتد ما بين غرب الطريق الدائري خلف دريملاند إلى القاهرة الجديدة، إضافة إلى التخطيط لتنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق والممتد بين المعادي الجديدة والخصوص. وسابقت مصر الخطى نحو استكمال تنفيذ كبرى مشروعاتها التنموية، فبلغ الطموح مداه مع إعلان القيادة السياسية بناء العاصمة الإدارية الجديدة، فقامت وزارة النقل متمثلة في الهيئة القومية للأنفاق بالبدء في تنفيذ المزيد من مشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائي، حيث بلغ إجمالي ما يتم دراسته وتنفيذه الآن حوالي 388 كيلومتراً بإجمالي 220 محطة. ولربط المدن الجديدة بشبكة مترو الأنفاق يجري حالياً تنفيذ العديد من المشروعات، منها القطار الكهربائي، وذلك على مرحلتين: المرحلة الأولى عدلي منصور العاشر من رمضان العاصمة الإدارية الجديدة، المرحلة الثانية محطة العاشر اثنان الامتداد من العاصمة الإدارية حتى المدينة الرياضية. كما يجري حالياً تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، استاد القاهرة وحتى العاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ مونوريل السادس من أكتوبر من وادي النيل بالمهندسين وحتى مدينة السادس من أكتوبر. وفي ذات السياق سيربط القطار الكهربائي السريع عدداً من محافظات الجمهورية، بداية من مدينة العين السخنة ومروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب محطة سكك حديد الإسكندرية الحالية، ينتهي بمدينة العالمين الجديدة. هذا ولم يقتصر اهتمام الدولة على إقليم القاهرة الكبرى فقط، ولكن امتد ليشمل باقي محافظات الجمهورية، حيث يجري حالياً طرح أعمال تنفيذ خط مترو أبو قير وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية، وكذلك دراسة تنفيذ قطار كهربائي يربط مدينة دمياط والمنصورة الجديدة مروراً بدمياط الجديدة. وفي ذات السياق لم تتوانى وزارة النقل عن تطوير ورفع كفاءة ورش الخطين الأول والثاني للمترو عبر إنشاء ورشة العمرة الخفيفة. هكذا سبقت مصر الخطى لاستكمال خططها الحالية والمستقبلية في مجال النقل الجماعي. فوسط ظروف تشغيلية صعبة يشهدها العالم، كان العمل يمضي على قدم وساق لاستكمال تنفيذ الخط الثالث، حيث تم افتتاح أولى مراحله في عام 2012 في المسافة من العتبة إلى العباسية، ثم المرحلة الثانية في عام 2014 في المسافة من العباسية إلى الأهرام بمصر الجديدة. ويجري حالياً تنفيذ المرحلة الثالثة العتبة الكتكات إمبابة جامعة القاهرة، واليوم ننتهي من تنفيذ المرحلة الرابعة للخط الثالث من مترو الأنفاق، حيث سبق تشغيل ثلاث محطات في يونيو 2019 وتشغيل محطة هليوبوليس في أكتوبر 2019. جهد متعاظم ما كان ليتجلى على هذا النحو المثالي دون رؤية مستقبلية لقيادة سياسية لطالما آمنت بجدوى الحلم في معادلة التحدي والإنجاز. ملحمة وطنية تضافرت فيها جهود الهيئة القومية للأنفاق مع المقاول العام، ممثلاً في تحالف شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات في مجال تنفيذ مترو الأنفاق لأول مرة في مصر. صرح شارك في بنائه 6000 مهندس وأكثر من 80 ألف عامل فني
مع استخدام أكثر من 8600 معدة لتنفيذ المشروع خلال 268 ألف ساعة عمل، حتى اكتمل الأمل وصار المشروع الحلم واقعاً جديداً يتجلى شرق القاهرة. يتكون هذا الجزء للمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من مسار علوي يمتد بطول 7.8 كيلومتر بإجمالي 6 محطات، تبدأ من محطة النزهة، تليها محطات هشام بركات، قباء، عمر بن الخطاب، الهايك ستيب، وصولاً إلى محطة عدلي منصور. وينفرد المشروع بإنشاء أكبر ورشة صيانة للمترو والقطارات في أفريقيا والشرق الأوسط، تبلغ مساحة الورشة نحو 65 فداناً، وتتسع لتضم 31 من المباني الخرسانية والمعدنية. إن التغيير الذي طرأ بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ولخدمة المدن الواقعة في المسار المؤدي إليها، فقد تم التفكير في إنشاء محطة عدلي منصور كأكبر محطة تبادلية مركزية تقع في ملتقى طرق الإسماعيلية السويس الدائري، وتحتوي على محطة مترو أنفاق ومحطة قطار السويس والمحطة الأولى للقطار الكهربائي، بالإضافة إلى محطة حافلات تربط بين المحافظات المختلفة وموقف للأتوبيس الكهربائي للربط مع مطار القاهرة الدولي. إنجاز هندسي بإجمالي قيمة تعاقدية بلغت 4.177 مليار جنيه وأكثر من 235 مليون يورو أنفقتها الدولة، حتى اكتمل بناء المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق. تتعدد المنشآت فتعكس الإنجازات حجم القيمة المضافة لرصيد مصر في مجال النقل الجماعي. وتتجلى المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، فيثبت المهندسون المصريون قدراتهم الفائقة في مجال تنفيذ الهياكل الخرسانية والكباري العلوية وأعمال السكك الحديدية، فضلاً عن أنظمة الإشارات والقوى الكهربية، إلى جانب كافة أعمال الصيانة والإمداد وفنون الإدارة والتشغيل، بما يؤدي القدرات المصرية في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية المثيلة داخل العديد من دول أفريقيا والشرق الأوسط. قطارات كهربائية تحد من الانبعاثات الحرارية، خطوات منهجية تكفل السلامة المهنية، وأخيراً تعلن صافرة القطار تمام الانتهاء من إنشاء المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق عبر ملحمة حضارية بعقول وأياد مصرية. ودائماً وأبداً تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.